زي ما انت شايف كده في عنوان الفيديو، افضل المنح الحكومية. طيب ليه كلمة افضل والمنح الحكومية؟ طبعا احنا زي ما احنا متعودين على قناة دكتور المنح بنشوف العديد من المنح المختلفة، منها المنح الحكومية ومنح الجامعات. المنح الحكومية بتمكنك انك انت تحصل على منحة دراسية وتختار واحدة من الجامعات الحكومية اللي بتكون مشاركة في المنحة، يعني بيكون قدامك مجموعة مختلفة من الجامعات اللي بتقدر تختار ما بينهم انت عايز تدرس المجال اللي انت عايز تدرسه في اي جامعة. ولكن منح الجامعات، المنح دي بتكون مقدمة من جامعات معينة، المنحة اللي بتقدم عليها في جامعة معينة بتتقابل فيها، فبتدرس المجال اللي عايز تدرسه في الجامعة دي بالتحديد. ولذلك بنلاحظ ان المنح الحكومية افضل من منح الجامعات في ايه؟ في ان حضرتك بيكون عندك اختيارات مختلفة. يعني في ناس بتنزل منح جامعات، في ناس مش بتكون معجبة بجامعة معينة فمش عايزين يقدموا على المنحة دي، لكن المنحة الحكومية بيكون في كذا جامعة فبيكون قدامك خيارات، فأنت بتقدر تختار الاختيار اللي أنت عايزه. ده الفرق بين ده ودي، تمام؟ طيب في الفيديو ده أنا هكلمك عن 4 منح حكومية. المنح دي من أفضل المنح الحكومية اللي تقدر تقدم عليها. خلي بالك إن المنح الحكومية بتقبل عدد كبير من الطلاب، وركز في الكلام اللي انا بقوله، انا بقولك بتقبل عدد كبير من الطلاب، ما قلتلكش نسبة القبول عالية جدا، ما قلتلكش نسبة القبول قليلة جدا. ليه انا ما قلتش كده؟ انا ما قلتش كده علشان خاطر زي ما عملنا قبل كده فيديو عن القبول من عدمه بيرجع للجهة المانحة، للجهة اللي بتديلك المنحة، الناس اللي بيراجعوا الابليكيشنز بتاعتكم. يبقى هما بيقبلوا عدد كبير من الطلاب، ولكن انا ما اقدرش اقول لك نسبة قبولك 1000000%، 80%، 0%، لان دي حاجة تنافسية بيفرزوا كل الابليكيشنز، بيمشي بخطوات معينة، بيختاروا الطلاب المناسبين والطلاب اللي مش مناسبين للاسف بيترفضوا. لو انت كنت طالب من الطلاب اللي اترفضوا في منح قبل كده، فحاول تعرف انت ايه الحاجة اللي بتخليك ما تتقبلش واشتغل عليها. خلينا نروح مع بعض على اللابتوب بتاعنا، نعرف مع بعض ايه هي المنح الحكومية اللي نقدر نقدم عليها، والمنح دي متميزة ليه. المنح دي للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، في منهم منح ان ما كانش كلهم مش بيكون طالب منك شهادة اجازة لغة انجليزية بشكل اجباري. خلينا نروح مع بعض على اللابتوب بتاعنا، ما تنساش اللايك الجميل بتاعك. لو لسه ما شاركتش في القناة، فانا مش عارف ايه السبب اللي مخليك ما شاركتش في القناة دلوقتي، ممكن تكتب لي سبب في الكومنتات او اشترك في القناة. ويلا بينا نروح على اللابتوب بتاعنا. ازيكم يا شباب، مرة تانية زي ما احنا قلنا هنتكلم عن منح حكومية. اول منحة هنتكلم عنها وهي منحة فول برايت. المنحة دي منحة بتمكنك من الدراسة في الولايات المتحدة الامريكية، والمنحة دي ممولة بالكامل. زي ما قلنا الدولة الولايات المتحدة الامريكية ومكان الدراسة بتقدر تدرس واحدة من الجامعات الحكومية المشاركة في منحة فول برايت، تمام؟ الدرجة العلمية اللي هتقدر تحصل عليها، يعني انت بتقدم على المنحة دي علشان تحصل على درجة الماجستير او تحصل على درجة الدكتوراه، تمام؟ مش طالبين منك سن محدد. هتيجي تسألني ايه هو اخر ميعاد للتقديم على المنحة دي؟ اخر ميعاد للتقديم على المنحة دي بيختلف من دولة للتانية، بيختلف من دولة للتانية. يعني مصر ليها ديدلاين معين، العراق مثلا ليها ديدلاين معين، المملكة العربية السعودية ليها ديدلاين او اخر موعد للتقديم محدد. فانت تعرف كده ازاي؟ بتدخل على الموقع الرسمي اللي انا سايبه لك هنا، بتقدر تضغط على الموقع الرسمي، بتفتح معاك الصفحة الرسمية الخاصة بمنحة فول برايت، واللي من خلالها حضرتك بتقدر تطلع على الديدلاين الخاص بالدولة بتاعتك، المنحة هتقفل امتى. طيب ايه هي مميزات المنحة دي؟ يعني ايه هي الحاجات اللي انا هقدر احصل عليها؟ حضرتك المنحة دي بتغطي لك جميع تكاليف السفر ذهابا وايابا، كمان بتغطي لك جميع تكاليف الدراسة، يعني انت بتدرس مجانا، تمام؟ بتوفر لك راتب شهري، كمان التأمين الصحي بيكون عليهم، يعني منحة ممولة بالكامل. وبالنسبة لاخر حاجة انت شايفها معايا في المميزات، يمكنك اصطحاب احد افراد اسرتك. اسرتك دي المقصود بها ايه؟ والدك، والدتك، اخوك او اختك؟ لا، المقصود بأسرتك اللي هو زوجتك أو زوجك والأبناء، تمام؟ وخلي بالك إن هنا الاصطحاب، أيوه ينفع تصطحبهم ولكن على حسابك الشخصي، تمام؟ دي منحة فول برايت، وكنا اتكلمنا عن شرحها بالتفصيل في القناة.
لو رحت مجرد كتبت كده على اليوتيوب منحة فول برايت دكتور المنح بتلاقي الشرح التفصيلي عن منحة فول برايت لو حضرتك حابب تقدم على المنحة بنفسك. تمام، بالنسبة للناس اللي بتسأل ازاي نقدم من خلالكم، تقدر تضغط على التقديم من خلال فريق دكتور المنح، بيفتح معاك الابليكيشن الخاص بينا، بتملى الابليكيشن وبيتم التواصل معاك من قبل فريقنا. تمام، طيب بعد كده منحة الحكومة اليابانية. في ناس كتير جدا سألتني عن منحة الحكومة اليابانية، اشرحوا لنا منحة الحكومة اليابانية. الغريب في الموضوع ان اول قناة اتكلمت عن منحة ماكس اللي هي منحة الحكومة اليابانية السنة دي كانت قناة دكتور المنح، يعني اول قناة اتكلمت عن المنحة دي هي قناة دكتور المنح. فالمنحة موجودة على القناة، لو انت عايز الشرح بتاعها اكتب على اليوتيوب منحة ماكس دكتور المنح او منحة الحكومة اليابانية دكتور المنح، هتظهر لك المنحة الفيديو بتاعها الشرح التفصيلي بتاعها. طبعا الدولة المستضيفة هي اليابان، وطبعا اسم المنحة هي منحة ماكس اللي هي ممولة من قبل الحكومة اليابانية. أما بالنسبة لمكان الدراسة فحضرتك بتقدر تدرس في واحدة من الجامعات الحكومية اليابانية المشاركة في منحة الحكومة اليابانية أو اللي احنا بنسميها ميكس. طيب لو أنا عايز أقدم على المنحة دي هحصل على أي درجة علمية؟ تقدر تحصل على درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه. تمام؟ طيب بعد كده بالنسبة لشهادة اللغة الإنجليزية فهي مش مطلوبة منك، يعني أنت بتقدم مش فرض عليك ان انت تقدم له شهاده لغه انجليزيه، لانك بكل بساطه هتاخد سنه تحضيريه لتعلم اللغه اليابانيه وبعد كده هتكمل المجال بتاعك باللغه اليابانيه، فشهاده اللغه الانجليزيه مش مطلوبه منك، فما تقلقش خالص من التقديم على المنحه دي. خلي بالك ان الموعد النهائي للتقديم على المنحه دي برضه بيختلف من دوله للتانيه، يعني مصر ليها ديدلاين، مثلا اخواتنا في الجزائر ليهم ديدلاين معين، اخواتنا في المغرب ليهم، اخواتنا في المملكه العربيه السعوديه ليهم ديدلاين معين، فدي بتختلف من دوله للتانيه. خلوا بالكم ان في بعض الدول المنحه مش بتنزل، يعني انت لو ما لقيتش المنحه على موقع السفاره اليابانيه الموجوده في البلد بتاعتك توقع حاجه من اتنين، يا اما المنحه لسه ما نزلتش وده وارد وعادي جدا، يا اما المنحه مش هتنزل السنه دي. فلو انت عايز تعرف بدل ما تقعد تفكر كتير وتستنى كتير، ممكن تتواصل مع السفارة اليابانية في بلدك بإيميل بسيط أو تروح لهم لو حابب، لكن الإيميل أبسط حاجة، هل المنحة هتفتح السنة دي ولا لا. تمام، وهنا ده الموقع الرسمي، يعني أنت لو ضغطت عليه هنا وأنا شارح لك كل حاجة في الفيديو الخاصة بمنحة الحكومة اليابانية بتلاقي هنا كل الدول موجودة. مثلا هتروح على الدولة بتاعتك هتشوف الدولة بتاعتك وليكن مثلا إيه، تعالوا نشوف مع بعض هنا الأردن. تمام، بنضغط على السفارة اليابانية في الأردن، بتفتح معاك الصفحة اللي انت هتشوفها معايا اللي هي الصفحة الرسمية الخاصة بالسفارة اليابانية في الأردن. تمام، لو جيت هنا معايا في الأخبار الجديدة بتلاقي هنا مثلا منحة الحكومة اليابانية اللي هي ميكس سكولارشيب بروجرام، بتضغط عليها بتفتح معاك الصفحة الخاصة بالمنحة، طبعا كل حاجة بتكون مكتوبة هنا، الديدلاين مثلا 19 يونيو. تمام، طيب ده مثال وانت طبقه على الدولة بتاعتك علشان تعرف المنحة موجودة ولا لا، وكمان الديدلاين امتى، هل انتهت ولا لسه المنحة هتفتح ولا مش هتفتح السنة دي. تمام، طيب بعد كده هنا مميزات المنحة ايه. دي منحة ممولة بالكامل، جميع تكاليف الدراسة بتغطيها لك، كمان بتوفر لك تكاليف السفر ذهابا وإيابا، بيكون في راتب شهري، بيكون في سكن مجاني، وكمان بتتعلم اللغة اليابانية. بعد كده هنيجي مع بعض على واحدة من أهم المنح وهي منحة الحكومة الماليزية. خلي بالك ان المنحة دي كانت متوقفة لفترة ولكن المنحة دي رجعت تاني، المنحة دي بتقدر تحصل عليها لدراسة الماجستير او الدكتوراه. خلي بالك بالنسبة للسن، سن متقدم، سواء كنت هتقدم حضرتك على ماجستير او هتقدم على دكتوراه سنك لا يتعدى ال 45 سنة، واخر ميعاد للتقديم على المنحة هيكون 15 يوليو، يعني تاريخ الفيديو اللي انا بعمله النهاردة 13 يونيو، فانت لسه قدامك تقريبا شهر ويومين علشان تقدم على المنحة دي. تمام، بتقدر تدرس طبعا في واحده من الجامعات الحكوميه الماليزيه المشاركه في المنحه دي. اما بالنسبه لمميزات المنحه فهي بتغطي لك جميع تكاليف الدراسه وبتوفر لك راتب شهري 1500 رينجت ماليزي. تمام، طيب دي فقط المميزات اللي بتقدمها لك منحه الحكومه الماليزيه. يعني حضرتك تسالني مثلا في الكومنتات يا ماريو، نعم، هل المنحه دي بتوفر لي تذاكر السفر؟ للاسف لا، مش مكتوبه من ضمن المميزات. وهنا ده الموقع الرسمي الخاص بالمنحه، بتقدر من خلاله تطلع على كل حاجه، ولو رحت على قناه دكتور المنح كتبت منحه الحكومه الماليزيه دكتور المنح او كتبت على اليوتيوب بشكل عام هيطلع لك الفيديو اللي شرح لك فيه طريقه التقديم بالتفصيل. تمام، بعد كده هنا في المنحه دي منحه هيلموت شيمت للدراسه في المانيا، والمنحه دي مدعومه من الحكومة الألمانية.
تمام، بالتعاون مع وزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية. المنحة دي مقدمة للأشخاص الراغبين في دراسة الماجستير، وبتحصل على راتب شهري، بيكون راتب شهري عالي جدا. آخر ميعاد للتقديم على المنحة دي هيكون 31 يوليو 2022، ومش طالبين منك سن محدد. طبعا كل المنح اللي احنا بنتكلم عنها بيقدر يقدم عليها جميع الطلاب من مختلف أنحاء العالم، وبالأخص طبعا لأن قناتنا بيتابعها إخواتنا العرب من كل مكان، بيقدروا يقدموا على المنحة دي أي طالب من أي دولة عربية، سواء المنحة دي أو المنح اللي احنا ذكرناها، الحكومة الماليزية أو الحكومة اليابانية أو فولبرايت. تمام، طيب هنكمل مع بعض في المنحة الخاصة بألمانيا. زي ما قلنا مقدمة للماجستير، مفيش سن محدد، كله بيقدر يقدم عليها، وآخر ميعاد للتقديم هو 31 يوليو 2022. طيب ايه هي مميزات المنحة دي؟ المنحة بتغطي لك جميع تكاليف السفر وجميع تكاليف الدراسة، كمان بتوفر لك راتب شهري، بتوفر لك تأمين صحي، بتوفر لك بدلات ايجار سكن لو حضرتك بتقعد في سكن، وكمان لو انت هتصطحب احد افراد اسرتك بيوفر لك بدلات لافراد الاسرة بتاعتك. يعني انت بتجيب احد افراد اسرتك معاك وعلى حساب المنحة، هما اللي بيدفعوا ليك. ما فرقتش كتير عن منحة داد، ولكن داد دي منحة، والمنحة بتاعت هيلموت شيمت دي منحة تانية. طبعا المنحة دي انا لسه مش رحتهاش على القناة، ولكن انا حبيت ان انا ادي لك نبذة مختصرة عن المنحة، والموقع الرسمي برضو هنا موجود، تقدر تطلع على كل حاجة لو حابب تطلع وتقدم بنفسك. ولكن ان شاء الله قريبا خلال اليومين اللي جايين باذن ربنا هتلاقيني عملت لك فيديو عن شرح طريقة التقديم على المنحة دي. دي الاربع منح المتميزة اللي متاحين حاليا وتقدر تقدم عليهم، منح ممتازة جدا، ما تفوتش الفرصة. حبيت ان انا اجمعهم لك في فيديو واحد واذكر لك اهم المميزات والتفاصيل، كل حاجة مشروحة بالتفصيل ما عدا اخر منحة الخاصة بالمانيا هنشرحها مع بعض ان شاء الله. اتمنى لكم التوفيق جميعا، يا ريت ما تنساش تعمل لايك لو استفدت من الفيديو، ولو مشتركتش في القناة يا ريت تشترك. اتمنى لكم التوفيق جميعا وشكرا.